مساء الخير، حلقة التلات البوصلة. وقفنا امبارح عند حاجة معقدة كده اتشرحت بالعافية، مش هقدر ألخص اللي متابع. هنكمل بقى السياق بلا توقف. احنا وقفنا امبارح أن البخاري ومسلم اشترطوا شروط أعلى من غيرهم في هذا السند اللي أنا حكيت حكايته وشرحت شرحه، وقلت أن هم اختلفوا ما بينهم في شيء، وقلت أن البخاري نفسه حط الشرط لنفسه خاص جدا في مسألة قبوله من شيخه المباشر الذي رآه وسمعه بقوله حدثنا أو غيرها. خلينا في الأول في الشرط اللي اختلف بين البخاري ومسلم عشان هيفيدنا في الرواية دي بتاعت وفاة الرسول بالسم، وكمان الشرط اللي جعله البخاري نفسه كمان هيفيدنا. أول حاجة، البخاري فيما دون شيخه، ما هو شيخه هو شافه وسمعه. الأجيال بقى السابقة اللي أنا حكيت عليها امبارح دي بطريقة تسلسلها اللي هي السند يعني، ومن قابل من وسمعته خلاص، يعني البخاري سأل في كل جيل إيه السمعة المكتوبة في الكتب أو المحفوظة بين الناس، فبدأ يتحرى إنه لو على قدر ما استطاع السند في أحد طبقاته أجياله، يعني الشخص شيخ المصنف، تابعي التابعي التابعي قبل الصحابي، يعني في كلام كتير انه ضعيف او كذاب او متروك الحديث او درجات كده لا يقبله. وان ده الشرط العام لنفسه البخاري، وانه لو مدلس بيقبل بشروط قلت لكم هقول لكم عليها في ساعتها، يعني لانها برضو تخص الروايه دي. الروايه دي فيها كل المعايب الحمد لله، يعني روايه خطيره زي دي بتطعم في النبوه. المهم، فالبخاري اشترط شرط لطيف جدا وعقلاني ومنطقي وحقيقي كويس، ولذلك هو شرطه أكيد أحسن من غيره. قال إن في كل طبقة أو الجيل اللي سبقوه من ماتوا طبعا يعني، اشترط المعاصرة، بص بقى، واللقاء. يعني اشترط إن ده اللي بيقول أنا سمعت ده أولا يكونوا تواجدوا في عصر واحد. فأنت هتقول لي إسلام ده منطقي، هقول لك لا يا فندم، في أحاديث كتيرة تانية مش في البخاري ومسلم، في الكتب تسمعوا عنها دي زي ما قلت لكم النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وعبد الرزاق وكل وفي مسند أحمد بن حنبل، في ناس روت عن ناس ما اتولدوش أصلا في عصرهم، والله العظيم. خلاص؟ يعني مش بقى انا اقول لك قاعد تحت، مش انا وانا بوصف لك امبارح او بوصف لكم، يعني قلت لك ده تلميذ جاب تلامذه تحلقوا حواليه سمعوا منه فقال له انت تابع التابعي اللي سمعت ان التابعي، فابو هريره قال ان قاله الرسول، ده المفترض. ولذلك البخاري اشترط المعاصره، انه انا شفت الاستاذ اللي بيحكي لي، ده ابسط منطقيات وبدائيات المنطق والعقل. في بقى ناس تانية شكل البخاري أفضل منهم، صح، بس البخاري مش نبي ولا ملاك، بس ده الاستثناء، يعني قد يأتي عليه الخطأ عادي. غير البخاري بقى وغير مسلم، لا، خدوا من ناس قالت كده في أحد السند، يعني في درجة من درجات السند، مثلا شيخ المصنف قال حدثني شيخي قالت أو حدثتنا مثلا السيدة عائشة، وهو اتولد بعد وفاتها، يعني هو يعتبر من التابعين، بس تابعين مين؟ ده ما شافهاش اصلا، ده مش ما شافهاش، ما ممكن تكون دي في بلد وده في بلد بس عايشين، ما اتولدش وهي عايشه وروى عنها، زي الحديث الشهير من غير ما ادخل في مشاكل، بعدين هبقى اشرح انا وجهه نظري الكامله في المساله اللي عمري ما شرحت فيها وجهه نظري، زي حديث الحجاب اللي هم بيسموه حديث الحجاب، ان خالد بن دريك اللي هو راوي الحديث عن السيدة عائشة إن السيدة أسماء دخلت وكانت لابسة رقاق والرسول قال لها لا يظهر إلا هذا وهذا، خالد ده الراوي ده ما شافش السيدة عائشة من أصله، ما اتولدش في عصرها، يعني هي ماتت 57 هجري، هو اتولد بعد كده، اتولد أصلا، فإزاي يروي عنها؟ أكيد في ناس وقعت في النص قالوا له اللي قال لي عن اللي قال لي عن عائشة، لا هو حذفهم كلهم. فالحديث ده فهم الحديث اسمه منقطع السند، في انقطاع
في ناس ما شافتش ناس، ما عاشتش في عصرها، وعلى شرط بيقول لك حدثني وقال لي وبتاع اي كلام. طبعا البخاري ومسلم اكتشفوا ده وبداوا ايه يتحاشوا ان يبقى في السند في كده، فاشترطوا الشرط ده مع بعض اللي هي حاجه اسمها يا فندم تاني المعاصره، ان يكون من كلمه جامد كلمه عصر، ان يكونوا في عصر واحد بشهاده الناس كلها اتوجدوا عايشين. يعني لما يجي له واحد يقول له مثلا عن يونس، يونس يعني عن سعيد بن المسيب اللي هو التابعي، او مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ده اللي هو مالك صاحب المذهب بالمناسبه، هو كان راوي حديث وكان عنده سلسال كده قصير لايه نافع مولى ابن عمر، مولاه يعني الخادم بتاعه، وابن عمر هو عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، يعني موضوع منتهي، وهو نفسه عبد الله صحابي من صغار الصحابه سنا يعني شاف الرسول. اذا هو لازم لو مثلا جاله السلسال ده مثلا يعني البخاري بعد 100 سنه بقى لسه، فيقول يا جماعه هل تشهدوا ان مالك شاف نافع؟ يقولوا طبعا، ده كان مش بس مولود، ده كان تلميذه المباشر، يبقى فيه معاصره. ومسلم اشترط نفس الشرط. جم بقى اختلفوا في شرط مهم جدا برضه هيفيدنا في الروايه دي، وهو مننا برضه بنعرف علم الحديث. البخاري اشترط المعاصره وحاجه كمان معاه اسمها واللقاء. مسلم ما اشترطش اللقاء، ودي حاجه من اعجب ما شفت، بس مش مشكله، حقه، كل واحد بيعمل منهجه الاكاديمي على مزاجه، ما هي اسمها كده، ده منهجه. البخاري اشترط المعاصره واللقاء، يعني كان بيسال عن حاجتين في الاجيال اللي سبقته دي، السلم الطويل ده لحد الرسول اللي احنا سميناه السند او الاسناد. بيقول ايه؟ بيقول هو مالك بنفس المثل يعني اتولد في عصر نافع، كان شاب عاقل بالغ يسمع ويعي ما يقال له في عصر نافع، يقولوا له مبدئيا اه. ومسلم بيسال نفس السؤال في كتابه هو بقى، يا جماعه مالك كان في عصر ابن عمر سوري نافع مولى ابن عمر اه، فيبتدي يقول ايه ده بقى البخاري لوحده، هل يثبت ان هما تلاقيا ولو مره واحده في الحياه؟ ما هو مش شرط المثل انا صورته امبارح وانا بحكي قصه السند، مش شرط يبقى تلامذته يعني قاعدين جنبه، ممكن يعني راجل صادق حافظ الحديث معدي في المدينة المنورة بيزور قبر الرسول، أملأ سعيد بن المسيب قاعد جنب القبر، قال له أنت سعيد بن المسيب؟ آه، ده احنا بنسمع عنك مثلا في العراق. فقعد معاه ليلة أو يوم أو من الدور للعشاء. أكيد سعيد بن المسيب بضاعته إيه؟ أكتر حاجة كان مميز كتابعي محترم وما كانش أبدا كذاب أو مدلس، إنه يقول حدثني أبو هريرة، حدثني أبو هريرة عن النبي، حدثني أبو هريرة عن النبي، الأحاديث اللي هو حافظها. فأنت لما تسمع من سعيد بن المسيب ده ولو يوم واحد بس شفته رؤية عين، البخاري كان بيعتبر إنك مقبول الحديث عنه. وده شرط عقلاني وكويس، لأنه مش ممكن أقبل المعاصرة يعني مولودين في عصر واحد، بس واحد في العراق والتاني في اليمن ولم يتقابلا ولا مرة في العمر، ولا مرة في العمر، وأقول إن ده بيقول عن ده حدثني. إزاي يعني؟ يعني ده أقل واجب، إنه ما ينفعش ده يقول عن ده حدثني. يا باشا حدثك إزاي وحضرتك في العراق وده في اليمن؟ حتى لو المعاصرة موجودة، أيوة الاتنين اتوجدوا في عصر واحد، بلاش عراق ويمن، مكة والمدينة، بس لم يثبت إن ده راح زار ده على الإطلاق، حتى لو راح مكة بس ما شافوش وما زاروش، ما ثبتش. فانا البخاري كان بيتحرز بقى من ده، وده عشان كده شرطه اعلى من شرط مسلم، ودي حقيقه برضه. لكن هذا لا يمنع عن البخاري يجوز عليه الخطا كبشر فيما سنقوله بقى، كل الشروط دي ما اتعملتش في الروايه دي. المهم، فالبخاري قال اللقاء والمعاصره تفرق بقى. المعاصره اوكي تقعدوا في عصر واحد، بس نرجع لمثل مالك ونافع، هل مالك قابل نافع؟ فيقولوا له طبعا، يشهد الناس والجيل اللي عاشوا ايامه و انه قابله ولو مره، ما بالك بقى لو كان تلميذه كل يوم معاه، يبقى الحديث اكثر ضمانا اخذه من طريقه من سنده يعني. طب على الاقل ايه البخاري قال؟ اقل شيء مينيمم مره في الحياه،
مره، ده قابل ده مره في طريق سفر، نقول احتمال انه في المره دي سمع منه الحديثين 3 10 20 دول، وده وارد. طبعا هناك معايب تختلط المساله دي، انما اهو تدقيق احسن من ما فيش، احسن من ما تولدش في عصره اصلا وشفناها، والحديث ده يعني هاريين الناس بيه وهو ما حصلش، مش حديث اصلا بتاع السيده اسماء، مش موجود، لان ده بقول لك اتولد بعد وفاه السيده عائشه يعني كلام. المهم نرجع بقى لمسلم. مسلم قال لا، انا بشترط المعاصره بس، هل ده اتوجد في عصر ده حي يرزق بالغ عاقل رشيد؟ اه خلاص. فقالوا المسلم كلام لطيف قوي وهو رده كان الطف، قالوا له طب افرض موجودين بس ما تقابلوش، قال لهم انا يثبت عندي الشيء بعكسه، يعني ايه؟ لم يثبت عندي انهم لم يتقابلا، بدل ما عنديش نفي انهم ما تقابلوش، سكوت كده، مولودين في عصر واحد وكل واحد في مدينه، بس ما عنديش تاكيد انهم ما تقابلوش، فانا هقول انه ما فيش دليل انهم ما تقابلوش، لان ما حدش قال لي، لا قالوا لي تقابلوا ولا ما تقابلوش، فانا هرجح انهم غالبا اتقابلوا طالما هو بيقول حدثني. الحقيقه كلام غريب عجيب، بس هو ده شرط مسلم، انه بيقول المعاصره بس، مجرد انه عارف ان الراوي ده بيقول حدثني عن راوي تاني اكبر منه يعني شيخه، اتولدوا في عصر واحد، اذا اتقابلوا بطريقه ما انا ما اعرفهاش، اللي هو مسلم يعني بيقول ما عنديش دليل انهم ما تقابلوش، ولا عندي دليل انهم ما تقابلوا، ولا كان تلميذه ولا عدى في المدينه اللي هو فيه. اوكي، بس ده انا قلته مره زمان انه دليل عجيب شويه، لانه انا ممكن اقول دلوقتي ان انا ما طلعتش القمر، او احتمال طلعت القمر، لان مفيش دليل ان انا ما طلعتش القمر، يعني مفيش اي حاجه كتبت ان انا طلعت القمر. اوكي، ان ده قابل ده، كمان مفيش حاجه كتبت ان انا ما طلعتش القمر، افتراض جدلي هسيبه بقى، ان انا احتمال اكون طلعت القمر، فلو بتثق فيا وانا جيت رحت قايل كده في بوست على فيسبوك، قلت ان انا في خلال زيارتي القريبه للقمر لازم تصدقوني، لانه مفيش دليل ان انا ما طلعتش، انا بحكي صدقوني. ده بالظبط اللي عمله مسلم، قال لا هما ما تقابلوش ماشي، بس مفيش دليل ان هما ما تقابلوش على ده، فانا هسيبه دليل طالما بيقول حدثني، انه دليل انه احتمال كبير جدا يكون قبله، ايش دراني، فهاخد الكلام على انه حدثني. وده افتراض اصلا في المنطق مرعب، انه طالما الحاجه مش يعني ما اتعملتش، مفيش دليل انها اتعملت او ما اتعملتش، فخدها انها اتعملت. كلام يعني في العلم عليه مراجعات كتير جدا. البخاري بقى كان الطف واقوى، قال لا انا بشترط ان حد يخبرني ولو مره ان الشخص اللي بيقول عن شخص تاني موجود في عصره اوكي معاصره، لكن حدثني يبقى لازم شافه، لانه لو ما شافوش يا فندم، وده فهم البخاري وكان فهم صحيح، هيبقى في مرسال بينهم، اكيد في مرسال بينهم، يعني هو في العراق وده في مكه، فرجع قال له يا بتاع ده انا سمعت كذا كذا قال كذا، اللي في مكه ده ما ينفعش يحذف الشخص ده يقول حدثني، ما ينفعش، يبقى في اسقاط شخص في النص، وده نوع من التدليس، ان الشخص اللي جه بلغه انه سمع واحد في العراق بيقول كذا وبيقول له هو في مكه، هو راح قايل ايه بقى؟ حدثني بتاع العراق نفسه على طول، اذا هو كذب بالمعنى الاصح يعني في الشخص اللي قال له ما بينهم ده وحذفه من السند، ودي تبقى كارثه وجهه نظري. فالبخاري كان صح في اللقاء والمعاصره. في بقى حاجه تانية عملها البخاري لنفسه، اللي هو الشرط اللي قلت لكم اختصه لنفسه في مساله الشيخ المباشر بقى، اللي هو شيخ المصنف، اللي هو شيخ البخاري المباشر، اللي هو قال له اكتب كتب او احفظ مني حفظ. دي بقى مهمة عشان نجمع كل الشروط دي ونشوف معايبها فين، اللي اتجمعت في الرواية بتاعت وفاة النبي بالسم، والبخاري قبل بالمعايب دي كلها لسبب لا أعلم. نطلع فاصل ده وارجع.